المنتدى الأول للعدسات الخضراء تجسيم لحتمية التشابك بين صلاحيات السلطة العمومية والمجهود المواطني في المسائل البيئية العاجل منها والآجل. جمعية العدسات الخضراء ديجا قاعدين ناشطين بالباهي في الشاحية في دور الشباب، قاعدين يعملوا في دي فورماسيون معناتها يعملوا في تكوين للمواطنين، وقاعدين يوعيوا فيهم بأهمية أنه كيفاش الفضلات معناتها يتم راهي الفضلات قابلة للرسكلة، وبالتالي علاش ما يتمش تقسيمها قبل تخريجها. كل عام عندنا مسار تشاركي اللي هو البي اي بارتيسيباتيف اللي فيه جلسات تشاركيه يشاركوا فيها المواطنين. المواطنين هذوما يجيو ينتخبوا يختاروا مشاريع هما يختاروهم، وبعد ينتخبوا معناتها يصوتوا للمشروع اللي يشوفوه هو اجدر. احنا في بلديه صفاقس كانت عندنا تجربه عام ناول، عملنا اول مره نعملوا مسار تشاركي للي باركور دو سونتي المسالك الصحيه. اما القاتله التي يعول عليها في هذا العمل التشاركي فهو الشباب، الفئه التي رهنت جمعيه افريقيه وشركاؤها على تدريبه ترسيخا للثقافه البيئيه ولتطوير العمل البلدي لمزيد اخذ البيئه بعين الاعتبار في المشاريع الاستثماريه التشاركيه. خلق راي عام بيئي محلي بالعمل على زوز محاور، اول حاجه معناتها مواكبه ودعم قدرات البلديات في مجال الحوكمه البيئيه المحليه، وكذلك العمل على تعزيز قدره الشباب في المشاركه في صنع القرار المحلي، خاصه عبر تقديم مقترحات اللي باش تاخذ شكل 4 ورقات سياسيه. اليوم احنا حبينا انه نجسدوا عمليه انه تونس هي بلد خضراء، واليوم احنا سنعمل على التشجير والمحافظه على البيئه بالاتفاقيات وتفعيل هذه الاتفاقيه مع افريقيا. المؤسسات الشبابيه والبلديات والمجتمع المدني اطراف كلما تفاعلت مع الشأن العام بنيه التغيير نحو الافضل يستجيب لها القدر.